من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM أحلى غدوة. يا فهم على راديو أهلا وسهلا ويا مرحبا، سلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن وين ما يوصل لكم صوتي. يا فهم نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم أسعد الأيام. حلقة الأربعاء 27 ديسمبر 2023، الربح مازال متواصل فيها، نلعبوا بعد شوية على برشا فلوس، نلعبوا على ويكاند فيوتيلي عمل 66 كيف وغيره من الهدايا. كلمة السر هي EFM على 31 380 ألف، صفحتنا السياسية نلقاو فيها نوايا التصويت لرئيس الجمهورية قيس سعيد. هل تراجعت شعبية الرئيس؟ نعم أم لا؟ بعد شوية نعرفه. ماذا بعد زيارة رئيس الجمهورية لمعمل الفولاذ وتعليق الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية على الانتخابات الأخيرة؟ في الرياضة نحكيه على مباراة اليوم التراجي CSS وغيره بقية النتائج، وأيضا نحكيه على تصريح يعني غريب شوية بصراحة من رئيس النادي الإفريقي وغيره من الأخبار الفنية والاجتماعية باش نتلو نداولوهم في سواتين من زمان مع الفريق والمجموعة باش نتعرفوا عليهم توت سويت. شحرورة الفريق والمجموعة الانستغرام موزة ثريا العمري، مرحبا. اهلا وسهلا محمد، الشحرورة رجعت فيها الروح. ايوه اخيرا بعد ما شوية ترزيت في انستغرامي. يا لطيف، شو يا صار؟ والله صار ما نعرفش بيراتاج ابارامون ولا فما شكون حاب يطير لي هكا الكونت. ايوه من البارح في الليل معناتها ديجي جيتي با كونيكتي والناس تلوج عليا وما تصورش قداش يفقدوك بربي ثريا. والله يفقدوني، قيت دي سنتين دي ميساج ما يلقاونيش خاطر كاريمون فما ناس مش مصدقه، اما انا جو مون فو، انا متاكده من الشيء اللي قاعده نحكي فيه. دونك الحمد لله اليوم ما ساعتين ونص هكاك، بعد ساعه ونص عادت المياه الى مجاري. عادت المياه الحمد لله. يا اخي فما ضرب تحت الحزام حتى في ميدانكم هذا فما، على خاطر ما دام حاجه فيها فلوس. ايوه سي نورمال، كله تحت الحزام هو شغل الكل تحت الحزام. ايوه ما دام فما فلوس شنو اللي يعملوا المشاكل في الدنيا ذي؟ الفلوس، ربي بعد علينا المشاكل ويقرب لنا الفلوس. العركه ما بين لينا الخويلي وليبي سمر من بار مكروه وصلت العركه نزلت متواصله، هذه نعتبرها سقطة اخلاقيه منا كل البرنامج يا ريان. بعدين نحكيوا على انستغرام نهار منقوب هذا يا نجرا، نحبوا نعرفوا، نحبوا نعرفوا كملت العركه ولا مازال. والله العظيم لا عندي فكره وماذا بي ما نعرفش ولا نتداول في ذلك. يا حطينا ميدي من العركه مش على بعض. اي يا سيدي رياض جراد، مرحبا كما كل نهار اربعه رياض موجود معنا. مرحبا. مرحبا سي محمد، مرحبا أخوي للفريق الرائع الكل، وتحية للمستمعين والمستمعات. في فورمة اليوم حسيتك بكري قمت رياض. والله فقت مخر يا محمد، والله العظيم، والله العظيم ورأس قدرك ومعزتك جيتك بالسيف. والله الله يخليك رياض جراد، شكرا لك. الكابتن والكوتش خالد علي لوتشانو التويتي، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي ومستمعات EFM. انت تحكي على الانستغرام والبارح اليوم شفت على الفيسبوك. ايوه والله فكره، انا البارح ما حكيتش خاطر كي تبدا تحكي البارح وانا متغشش على المدرب الفيتور نتاع النادي الافريقي فما ولاد نسيتهم من اليوم في الفيسبوك هابطين اسامي مقترحه. شكون مقترحه؟ مثلا عادل السليمي، فوزي الرويسي، انا نقترح مثلا نجم سمير عاد، فوزي فوزي لطفي. ايوه يعني ينجم عادل السليمي سمير السليم عادل ولا فوزي الرويسي ولا فوزي ولطفي. علاش خاطر في الكلوب افريكان وقت اللي كانت عائليه ديما نهزوا محمد، مهم يهزوا ديما يهزوا. واليوم فما حاجه اخرى زاد محمد، لا فما زاد خالد وسامي، مو نحن بعاد على خاطر على الكوره محمد ماناش ندربوا مع واحد يعطي الحق للعباد. اليوم فما حاجه اللي بينت محمد، تشوف الاستاد وين كانت كي جابوا لها جمال الدين الامام، شوف وين وليت على خاطر اليوم انا نتصور كي تجيب عادل السليمي ولا فوزي الرويسي ولا لطفي الرويسي ولا سمير الرويسي كي باش يحكي مع جوار باش يحترموا محمد. علاش الفيكو نتاعو؟ الفيكو نتاعو راهو اليوم فما بلايص فما دي بوست يلزم يشدوهم ناس اهل بك الحاجه هذيك. دونك اليوم بوركوا با ولاد جمعيه وينجموا يوصلوا لبعيد. عادل السليمي كان يوصل بالكلوب لبعيد. بعد شوي باش نرجعوا نحكيوا عن النادي الافريقي وتصريحات رئيس النادي الافريقي. نبقى في الرؤساء الى رئيس التحرير السابق السيد حسنين حسن بن عثمان. مرحبا. مرحبا بسيدي محمد ومرحبا بالسادة يعني اعضاء الفريق العظماء وايضا المستمعين والمستمعات خرق العظيمات والعظماء والعظم لله كما سبحان يعني. واضح نحن فهمتني، ويعني حبيت نهنيك ونعاود نهني المستمعين يعني بعيد ميلاد 12 البارح سهرنا عملنا سهرية. أيوة. احتفالية، سهرة احتفالية عظيمة حقيقة عظيمة وكانت ملآنة بالشخصيات والناس وكذا والغناء وفنانات
يعني وفنانين وكل والاستاذه ثريا ايضا خذيت فرصتها زاد على المسرح اقحمناها اقحاما يعني مع المحترفين والمحترفات تحسفنا حتى على الحضور وفرحنا ثريا فريق الدوامه يدخلهم في دوام ايوه وحامد السويح كان يعني متالق وحقيقه يعني أيوة. كان بعشاء سخي ولذيذ ورينا فيه يعني من شخصيات وانا بصراحه احيي هذه الاذاعه لانه فيها شخصيات الحقيقه يعني نوعيه معينه فريق يعني موسع مش في البرنامج ذا أيوة. في برامج اخرى حاجه خارقه للعاده يعني وانا اتصور ان الاذاعه ذي نجم يكون عندها يعني مستقبل ان شاء الله. ممتاز ان شاء الله لان نوعيه الماده اللي تقدم فيها استثنائيه ومختلفه على البقيه والحمد لله. انا اخوك نحكي لك يعني انا من الثمانينات وانا نحضر في جلسات من هذا القبيل خصوصا كنا نحضر في الثمانينات اخر الثمانينات في مجلة المغرب العربي كان عمر اصحابه يعني يفهم في هالامور هذه وكان يعني معناها كل 3-4 شهور يهزنا الحمامات ويعملنا 3-4 ايام لهيئة التحرير للتدارس في الخط التحريري للواحد يعني كانت روعة وهذه التجمعات تزيد تعرفنا ببعضنا صح. وتخلق اواصر جديدة يعني فما شبيبة هنا ما نعرفهمش حتى يعني من نعرفهم ربما بالاسم وكذا كذا بالحضور المباشر ما ريتهمش والاداره الكل كانت حاضره وكنت نجم السهر البارح حسنين وين نجم السهر يا ودي النجوم يجي 5 قاش من بشر البارح يجي 500 بشر ايوه انا مش انا احب نشكر شكر خاص لشكون ثريا العمري ايوه اخويا المرافقه الحسنه ما مش انا ما كنتش نتصورها بكل جديه هذيك بارك الله فيها نحن نسكن قراب جيران تقريبا وهي تطوعت باش ترافقني يعني تتعدي لك تجيو مع بعض في سيارتها الكريمه أيوة. والفخمه والفخمه أيوة. صحيح فخمه مش ما ياخذ سيارتي حقيره لا فخمه سياره لا تؤدي زرقاء وفخمه يا ودي هي فخمه وكهربتها فخمه ويعني وعطورها انت ترى انت قديش فخمه قد فخمتها وبارك الله فيها روعتني انا قعدت باهت وقلت لها قلت لها اثر يعني مجيئها انني ممتن لك ولم اكن اتصور انك تحافظين على المواقيت المواعيد جبت 8 قلت لك 8 بالضبط قسما بالله 8 هي دوره 8 8 وبحدا اصفر بحدا زوز صفارات اخرين ابا قلت لك قعدت نستنى في قريب نص ساعه ويحضر في شعر وبدلها في شعري نحضر واحد شافنا خرج من خدمة مشيت الخدمة خرج أيوة. من خونا محمد لمين قال إلى يعني ثريا إلى محمد خماسي أيوة. وكانت الأمور مزدهرة والحمد وإن شاء الله يعني منها هذا العام وهو يلفظ أنفاسه تكون أنفاسه عطرة وطيبة كي نستقبل يعني بمعنويات المرتفعة العام الجديد ابتهجت أكثر وقت لالتحق بين عربي سنقرية حسيتك شيخ أوه شنقول يا أخوي تبع فيا من بلس البلس وأخوي من السنقول وماجد باهي ماجد البارح ماجد بعل يا أخوي كان كوريكت يعني ما يشرب في المياه يشرب في المياه العذبة ويتبنك والله يقال لي معلومة قال لي حنا بالي حب في الودمير ماجد ما عادش النجم يزيني منك ماجد قلت له تو ما فما حتى حنا بال ثريا اجواء جايه معاه خليني بيت قال لي مانيش مصدق لي انت جيت في الوقت تو تي الوغ كلمتني ولقيتك في نفس البلاصه تفهمنا فيها ياسر بيت ما فهمتش علاش بيت سو بوان محسن انا بصراحه لانه الرونديفوات والمواعيد والمواقيت والزمن في البلاد هذه يعني يعني مهان وفي اذلال وبلاش كلمه وبلاش موعد يقول لك الحشره تجي ل 11 ايوه يعني يعطيك موعد مستحيل هذا يجيك في الوقت هذا الوقت هذا معناه وسوقانها باهي سوقانها وروعه وهي بصراحه يعني انا من الاول انا قلت فيها ايوه وعذبت لي قلبي خاطر عنده طريقه يا اخي واسلوب في ما هي تحلتك على موضوع معين هاي مبرا تنقص تولي تغني هاي تولي تقولي ما همشتني ولكن الحمد لله في المروح هي انا كذا انا كنت مغمى علي والحمد لله تعبت من السهرية وقت هيا ناخذ احوال الكياس تود سويت مع ايه بالغايب ورجعي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدوة يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا كيما قلت الربح مازال متواصل مع اي اف ام بمناسبه عيد ميلادها 12 نلعبوا على ويكاند الزوز اشخاص في نزل ميرامار جولف القنطاوي ناخذوا بالتليفون كالعاده معنا ونلعبوا على ويكاند من اهداء ميرامار قولوا لي عندنا تليفون حاضر
عندنا تليفون حاضر واضح يلا هاي ناخذوا تليفون اي واضح عزة ناخذوا تليفون مريقلين ناخذوا تليفون تو سويت معنا بالتليفون صديقنا فيصل الشياحي. فيصل مرحبا. انا عسير مرحبا اخي. وينك يا سيدي؟ والله لاباس الحمد لله. منين تسمع فينا فيصل؟ كان فيك المهديه. من المهديه فيصل؟ نعم. من المهديه تسمع فينا ولا منين؟ لا من المهديه. ايه خارق العاده. اش تعمل في الدنيا فيصل؟ والله موظف. ربي يعاونك يا اخويا ويعاون الجميع ان شاء الله. نهايه العام تكون مبروك عليك وبتستقبل عام جديد بالفرحه والهدايا والكادوات. ما غير ما نسالك حتى سؤال، سؤال وحيد. الويكاند هذا لزوز من الناس، انت وشخص اخر شكون تنوي تهز معاك؟ يا سيدي والله انا اول ما عمري ما مشيت لكثير. يا سيدي هذا بيه يهز العائله معاي، عندي الصغيرات والمدام. ايوه كان تعمل علي كثير، لازم يهزوا معاي الصغيرات زاد ولا قديش من صغير؟ عندي اربع صغيرات. اللهم صل على النبي. ايش العميل؟ من عامين ل 11 سنه يا عمارها. ايه اللهم صل على النبي. نحاولوا نشوف، لكن لكن المؤكد انه انت والمدام سي فيصل باش تمشيو تعدي ويكاند صغيرات ونشوفوا نلقاو فيها محل، مش مشكل. تو نحاولوا نلقاو فيها محل. حبيت نقول لك مبروك عليك ويكاند في نزل ميرامار جولف القنتاوي، كيف ما قلت ما غير ما ننسى ونفكركم الناس الكل اللي لوتيل ميرامار قنتاوي سوسة محضر لكم سهرة شرقية متميزة ليلة رأس العام وعشاء فاخر. مش هذا برك، يوفر لكم خدمة سبا وقاعة تجميل باش تبداو عامكم في فورما. الربح ديما يستنى فيكم على 31 380 ألف. بعد شوية نحكيو مع ضيوفنا ولا البلاتو، نحكيو مع حسنين ثريا رياض وخالد علي التويتي، نحكيو على سياسة نحكيو كرة. لكن هات البداية نبدأ مع رياض جراد اختار باش يحكي لنا على بطاقة تعريف البيومترية. محمد انا اليوم حبيت نحكي على بطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع اللي هو بصدد المناقشة في لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب. إذن من المنتظر ان يتم تعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة التعريف البيومترية في مواكبة للعصر وفي مواكبة للتطورات التي يشهدها العالم. بطاقة التعريف البيومترية بحسب لجنة الحقوق والحريات في البرلمان باش تكون إجبارية بداية من سن 15، وستكون ممكن استخراجها أيضا بضمان أبوي في سن 12 عام. بطاقة التعريف البيومترية مش يكون فيها شريحة إلكترونية ستخزن كل البيانات والمعطيات المتعلقة بالأفراد من اسم، لقب، اسم الأب، اسم الأم، وكذلك صورة معناتها حديثة لكل شخص. ولكن الجيد كذلك في بطاقة التعريف البيومترية لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتحقيق المساواة بين كل المواطنات والمواطنين التوانسة أنه باش يتم إلغاء المهنة من بطاقة التعريف البيومترية. لأنه احنا لاحظنا معناتها أنه حتى وقت اللي يستوقفك معناتها اي عون امن او اي شخص في الطريق يسالك معناتها على مهنتك في بطاقه التعريف، وتكون المهده محدد حتى في المعامله معك، وبالتالي انه يتنحى انه يتم الغاء المهنه من بطاقه التعريف. هذا اكيد باش يحقق المساواه بين سائر المواطنات والمواطنين، وباش يتم تطبيق القانون على الناس الكل على قدم المساواه. ما يهمنيش انا في محمد الخماسي شنو مهنته شنو يخدم، باش يكون تصرفي وتعاملي معاه معناتها يحدوا المهنة. تعتبرها نقطة إيجابية خالد إنه ما عادش نلقاو المهنة في بطاقة التعريف؟ نقطة إيجابية محمد. ما تبقينا بالحق بالنسبة لي نقطة سلبية. علاش؟ خاطر عندي فيها وكيل شركة، كنت عدى في برا ولا حاجة كيشوف وكيل شركة في الفيزا سهلة، في فهمت محمد؟ لا ما كي تقدم أوراقك في فيزا ذيك. لا نحكي لك حتى البرا كي تخرج فما بلدان كي تمشي لهم تمدي لهم بطاقة تعريف تونسية خالد. الباسبور، في الباسبور. الباسبور باش تلقى الباسبور. في الباسبور. بطاقة تعريف. لا مو خاطر الباسبور ما يطلع لك الباسبور، الخدمة كان كي تبدأ في بطاقة تعريف. يا خالد الباسبور كي باش تقدم جملة الأوراق باش يطلبوا عليك. إي أما في تونس، في تونس كما قلت أنت كما يحكي رياض حاجة حلوة برشا باش ما يصير شكل يحقر العابد مثلا. أيوة. عامل يومي نجم تحقره. أيه. فهمت كيفاش غير ما نسميه ما غير باش ما نحكي لك اتش بي كل واحد كل قدير وقدره في الدنيا. باه ثريا ايجابيه النقطه. والله لان فما ناس بالنسبه لهم ايجابيه، فما ناس باش تكون لهم ضربه قاضيه مسكنات. بطاقتك شفيها ثريا؟
بطاقتي فيها يا ربي لا اله الا الله لي شامبر تونز والموند وقتها عملتها دونك مضيفه درشنيه في شركه تجاريه يا اخي توفوقي انا تقولي طلع طلع نمشي نمشي نجيبها تحايبني انا من ما عنديش مشكله راه نقول انا انسانه ما مش انستغرام يوزا ولا لا حاجه لا 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 مازال ما فماش مهنه ظهرت لا ما فماش مازال ما فماش حسنين رئيس تحرير دخل البيومتريه هذه وما زلنا ما الانستغرام ما دخلتش يعني في الجدول هذا انا ماذا اقول لك سمعت برشا ناس تبعت الموضوع هذا من بكري وكذا والمهنه هذه ربما برشا ناس يقولوا مساوات على كل حال هي لا مهرب توكي توقف ودب بوليس طلع لك البطاقه نتاعك يعني فيها شريحه واللي فيها كرموسه ايوه وتقول له كذا ما تقول لك اشتخدم انت جايينها منا ولا من انما يا اخي تطور العصر ذاك هو جايينها توكي نخزن كان نعيشوا في اليابان في البحيره هنا تعدى الناس كل بهواتف من الجوال كل واحد مستغرق فيما في هو في فيه أيوة. صدقني يا محمد 20 عام التالي كان يعني نقول زحكاني انا انتقلت في الزمن يعني رحله بربي حسنين اعطينا لمحه للزمن سنوات التالي كانوا العباد يقراوا برشا مثلا تبدا ماشي ترى ناشد جرايد وكل ولا احصائيات الشعب التونسي يقول ما كانش يعني كي تولد الشعب في المولود التونسي كانش يسجل فيسا فيسا يا كي بابا هابط للسوق وكذا كذا يمشي يسجلوا ويحطوا لذلك تواريخ هذه مش مضبوطه مثلا أيوة. ومن بعد توجدت انا 76 عملت بطاقه تعريف الاولى باهي بارك الله في عمر قداش وقتها حسن 17 عام وحطوا لي خدمه اول بطاقه تعريف ربما عندي نسخه في الداخلي المهنه شنو تاجر تاجر ما بابا تاجر معاه في الحانوت حط عطار هو سموه تاجر حطوا لي تاجر والله تاجر وتاجر بقدره معناها ايوه وتو اخر بطاقه شنو فيها المهنه انا هاتوا نطلع بطاقتي مش كما الجماعه اللي يقول لي السلام عليكم قول لي البطاقه يا بياع باش تبيع هاي بالحظ انا بتبيع انا محل على التقاعد هذه المهنه وهذه البطاقه والبطاقه مخرجها اخر هذه بطاقه تونس في 30 نوفمبر 2018 باهي والمهنه رئيس تحرير اول بجريده ايوه هاي الجريده حتى برنامج يسمى جريده جريده يعني. صحيح ايوه جريده مجازين. يعني مكتوبه ومسموعه ومرئيه بالضبط بتبيع انت رقيتني من رئيس تحرير الى رئيس تحرير متقاعد وهذا يسعدني سابق سابق ومتقاعد حبي نولي نجيب يعني مخده ونتكى بحالك لكن فما حاجه محمد السعر نتاع التمبري بالتنابر مش بالتنابر كيفاش معناها لازم يكون أيوة لازم يكون السعر في متناول الجميع أيوة. يعني التفاصيل هذه كل بصدد المناقشه هي في لجنه الحقوق والحريات والنقطه الاخرى زاد اللي باش ناقشها اللجنه كذلك مع وزاره الداخليه هو ضرورة انه العملية معناتها تحفظ وتحمي المعطيات الشخصية متاع الناس لانه الشريحة الالكترونية هذيك كان باش تصير في تونس حاجة خارقة للعادة لانه نخافوا لو كانت تصير في الخارج كما صار قبل الحقيقة في الكثير من الاحيان تكون معناتها المعطيات الشخصية متاع الناس معرضة للخطر اذا يلزم انه وزارة الداخلية تضمن حماية المعطيات الشخصية متاع الناس ممتاز شكرا لك رياض جراد نتعدى تود سويت ثوريا العمري طاقة الاسامي اخترت لنا اسم اخر نحكي عليه اليوم تود سويت مع ثوريا علاش نحسك ما تاخذهاش على محمل الجد الفقره ذي احسن من دور حسيت اليوم بالذات مش ماخذها على محمل الجد والله يا محمد يفكر في فقرتي ايوه كنت تعطيني انا الاول تو انتبه لها لا خليها هي احسن اليوم بالذات يلزمك تاخذها على محمل الجد اعطينا اليوم اليوم بالذات ايوه والله انا للامانه ساعه حتى كان باش ناخذ توا دو سكوند وقت اشاك فوا كي نعمل انا طاقه الاسامي راني انا زاده معناتها سي سور عندي في لونتوراج نتاعي اسم من الاسامي اللي انا بصدد تحذيرها بالضبط دونك تو سويت نمشي اوتوماتيكمون للناس اللي نعرفها ونمشي لك الكاركتير ونشوف هكا لي بوان اللي الكبار ونلقاني بالحق قاعده نعمل في دياليز معناتها دياغنوستيك تعمل في الاناليز في الاناليز ما خطيش كلمه فوالا دونك اليوم اخترنا اسم رياء رياء الله اكبر حفاوه برياض الاجراد وهو خالد التدقيق كان صحيح ولا لا بما اننا نعرفه معناه جمع روضه وهي الاراضي الخضراء هذا بالنسبه لمعنى اسم رياء باه أي سيدي بور كومونسي رياض شخصية ذكية برشا وطموحة ياسر في الحياة كريم على الأخر عمره ما يحسبها مع الناس بل بالعكس من الناس اللي كيف يعطي حاجة ولا يعاون يبدأ شيخ وفرحان تقولش عليه درا شنو اللي عمل معناتها يعملها حاجة وهو شيخ ويزيد يقول لك رد بالك تشكرني هذا من واجبي حتى كي تجي انت تقول له يعطيك الصحه يا رياض ولا بارك الله فيك يقول لك بربي من غير ما تشكرني والله جو لو في افيك غران بليزير باهي
دائما متفائل. المشاكل اللي يتعدي في حياة رياض ديما يتجاوزهم، يقول لك انا ما نحبش نركز مع المشكله، كان نركز معاها ما نلقى لهاش حل. رياض ما يخافش، متكلماني وديما يعبر على رايه وجريء جدا. انسان ان كان صديق او زوج او اخ او ابن، انسان باسم ولا حامل اسم رياض تنجم تعمل عليه في حياتك. أو أكبر به ديفوات عنيش ما عنده حتى ديفو، ما عنده حتى ديفو، فما عبد ما عندهش ديفو في الدنيا. شو هذا كلام دور أسامي بساعة قبل ما نبدأ يا ذاك إش خارج ديكسيونير يرحم بيك، ما عنده يزمك تخارج عندي يا محسن كلم يرحم بيك. أنا مدام نحب الرضا رياض أنا منش هم نعقب عليه المرة هذه، لأنه بصراحة يعني صرفت مصروف يعني أيوة وكمة رصيدها حتى ديفو لمدة رأس العام العام الجديد ما عادش تعطيها يا ولدي. عيب عيب عيوب ما لقيت حتى عيب دخلت لهم فماش يا محمد هذيك هي علاش أخي يلزم بالسيف نخرجوا عيب ما فماش هذاك إش خرج تحية كس أيوة تحية كس خالد تو معقول ما تجيش معقول لما فما حاجات قالتهم مساء احضر محضر قالت لا لا قالت قبل الله لا بالحق لك قالت كلام قلتك جاري وشو جاري يذبح كيف بده يتكلم بالحق يا محمد كي يتكلم والله ساعات نبدا ندور انا نسمع محمد ساعات. عنده بلاغه وطريقه صحيح. كيفاش ينشني من الغنوش ينجم يتعدى لك لا, لا, لا هو هو بصراحه كما قال خالد فن الخطاب هذا يعني في شيء موهبه مش فقط معناتها ربي صلى على النبي على رياض فهمتني عمره صغير تعرف قديش عمره؟ نعرف قديش؟ ما نحبش نقول 25 26 معطيات شخصيه هذه 27 معطيات شخصيه لا لا شوف يعني العمر هذا 27 وهو كيفاش مسرح ايوه كيفاش صافي معناها اللغه وصافي كذا ويحسن البيان وان من البيان الى سحر راهو اخطر حاجه في الدنيا في الكلام هو البيان البيان باه يا سيدي هذا رياض جراد تحياتنا ليه زاد فما رياض السنباتي مثلا قالت عنده جراءة وفاسيه هو يتكلم وكل كمل حياته ما قالش نحبك لأم كلثوم رياض السنباتي ها صحيح اللي كانت تقول فيه ثوري باز خاطر يحب واحد يعبر حاجه اخرى كلثوم يحبها جمال كله فصحت بيهم رامي ذاك وك الدنيا وخلتهم ينوح اذا الواي حلو محمد محمد خللها اش قال لها انت في غنية اكل يقول لها يا ما قلوب هاي ما حواليك تتمنى يوم تسعد برضاك وما يهزش عيني فيها ايه هو يحبها اما شفت الغنية يحشم من أم كلثوم حب عذري كما جميل وبثين أيوة أيا سيدي نتعديه الهيئة مكافحة الفساد تقرير حسنين وعودة بالأرقام الأصل الموضوع وصولا إلى هذه الساعة مع حسن بن عثمان توتسويت. حسنين البارح كان ضيفتي من هيئة مكافحة الفساد. بارك الله فيك أنت يعني سي محمد البارح سمعت أنا مش حاضر مع سيادتك في البرنامج الحصة متاع البارح وسمعتك أنه كانت الضيفة متاعك السيدة حنان المداغي محقة في هيئة مكافحة الفساد أيوة وأنا أخوك يعني هالموضوع هذين مهتم بهم بكلمي على سبب وحيد الحقيقة تممت بيه أنا ما نمشي نعمل دورة شوية كان نصرح أيوة. رجلية مفاصلي وخاصة كده الدنيا شمس هكا كما في الشمس أي فك البحيرة على ضفاف البحيرة بيه وهي على ضفاف البحيرة فهم بنية ضخمة جميلة خارقة العادة أيوة أنا مشيت لها مرة كي كان فيها شوق طبيب تسريح على بالمكاسب عملت ولا لا زيارة ودي لا تسريح بالمكاسب لا عندي شني المكاسب لا وقتها لازم نصرحوا العالميين لا لا ما عندي أنا سرحت أنا بيجوا صرحوا لي تو نصرح معهم أنا سرحت أنا سرحت في المفيد يعني قلت لي سرحت ما عنديش مكاسب سرح ما سرحتش على مكاسب ما عنديش مكاسب شني المكاسب ما عندي شيء والله ما عندي شيء شنو المكان؟ لسه فيك وبر مساويات قدام تعال كل حال انا يا اخويا دخلوني مع الفاسدين دخلوني الكراك هاني قلت لك خلي نمشي نتكى في الشتي هذا ليه تصدمت انا ماكش مسرح خلي محمد همامي قال لك في الكراك يا عم حسن راهي هي بيد هاي الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد دخلت في الفساد راهي هي بيد اول حاجه عملوها شمعوها هي بعد 25 سنه خلي اخويا حمل همامي حمل همامي يقول لك انا من شيخ بالنوم كان في الكراك ايوه والله شهاني في النوم في الكراك عليك ربي بعد على كل حال انما يعني هالبنية هاك البنية ذيك مضيك من خارق العاد قلت لك سبل دخلها دخلت لها هنا وليت من الداخل وعملوا معي حوار صحفي عندهم اذاعة زاد ايوه نسيت شنو اسم الاذاعة وقتها نزاهة الفساد دفن ويا اخي ما انا كي ندور واحد نلقاهم مسكرة انا عندهم مدة مسكرة من اللي من 20 اوت من 20 من من, من, من
يعني من 20 أوت 2021 20 أوت 2021 2021 شوف قديش أكثر من عامين تو عامين وأربع أشهر هي عامين وأربع أشهر وبنية خارقة العادة تو بنية كي تخليها في الخلاء ومش بنيتها كاو هي عندها زوج بنيات بالفيدير والمقالات الجهوية وعندها 10 فروع يعني في الجمهورية التونسية صحيح اي نحيتوا لها رئيسة عامين يا أخي ما حطيتوش عينه رئيس ما هو أول ورئيس من بعد كذا بوخريس وندرشني أيوة. حصيل وما ما بشرش لأنه الأخر طعن وجاب واحد آخر الأخر والمسألة الكل يدير عند الوزارة الأولى عند الوزارة الأولى أو رئيس الحكومة خلينا نقول يعني سيد رئيس الحكومة هذه أخي هذه سيارات وآلات وأضواء وبنات وصيانات وكراشة اسمه كراشة تعرفش بقديش قتلي البارح اي قل بلاقيش قتلك نير خاطر لقيت رقم انا قعدت بيت تقريبا في حدود ذاك تول 60,000 دينار تونسي شهريا حتى اكثر شوي حتى اكثر شوي ما ربما زاد زوز مليارات ونص الكريت عامين وشويه لا انا نحكي على هذه بحالها لك اه نحكي لا لا. يا اخي علاش يا سيد الرئيس هذه بلاد بلاش مال يا بابا مسكر الامور هذه يا اخي راش على مالها البنيه هذه وعندك برشا بنيات مهمله وعندك شيء مش معقول وشيء يعني مصادرين وخليه فراغ كما ملكك الطرابلسي هذيك بريكوراما ديما نذكرها يا ودي ونحن املك الدولة فكتنا ملك كان مستوى هذه وخلته يغرد فيه الريح أيوة. البوم أيوة. تعليه هكا يا أخي أيوة. بلاد كان ونحن قلنا نتفائل خير بسيد الرئيس سيد الرئيس بارك الله فيه لكن لابد أن يكمل يعني حين يأخذ مسار مع فولاذ أو بالحليب يكمل إلى النهاية يعين حد ومسؤول أمامه بربي هذا اسمانيه الدولة هذه مع العلم يعني البارح سيدة حنين مداغي كانت موجودة بحذية قلت لي رو تم تكليف متصرفة بالملف هذا وما تم متصرفة يا عصبها يعيدوها يشدوها يتصرفوا فيها شو هذا شو هذا بالضبط. وسألت أنا زوز عوام مسكينات إن هالكل يتبادلون يعني من هالمناوبة أمام البنية هذه المسكرة ويسكنون في سيارة يعني خلاء قالوا لي يا أخي ما ساعة ساعة يجيوا من الزارة الأولى يهزوا شوي وثائق ويساعدوا يسكروا يحزوا يهزوا وتسكروا كي مسكرة مسكرة ما رجع لما لها واللي استفيد منها واللي بتأتي فلوس كي ترابة كيف هم بلايز أخرين يعني في فجوات زفر فيها الريح والله مسكينها الدولة التونسية يعني يعملوا فهم الشعب واضح شكرا لك حسنين وحييك على العودة إلى الموضوع ذي موضوع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نرجع نحكيه توت سويت على زيارة رئيس الجمهورية للمعمل الفولاذ وغيره لكن قبل باش نحكيه على نوايا التسويت حسب إمرود كونسولتينج البداية في موضوع إمرود كونسولتينج بالأرقام هل تعتقدون أنه شعبية رئيس الجمهورية تراجعت أم لا؟ الإجابة كانت على السؤال لا شعبية الرئيس ونوايا التصويت لم تتغير الرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حد الآن حسب إمرود كونسولتينج محافظ على أن ثقة التوانسة تقريبا تتراوح بين 65 و 68% من اللي تم استجوابهم عندهم النية في التصويت إلى رئيس الجمهورية إذا تم تنظيم الانتخابات الرئاسية غدا يعني كي يقولوا له كان غدوا الانتخابات شكون صوت يقول قيس سعيد المرود هذا بالله حدش سخرين مع الرئيس لا هذه المعطيات فقط على شعبية رئيس الجمهورية شعبية رئيس ما كيف تقاس شعبية رئيس الجمهورية بنظائره بالذين عبروا على أنهم يحبوا يترشحوا للرئاسة حطهم البرود هذايا يحطونا برود وحقيقي امرود واللي برود واللي واحد محشوق يعطينا بورسنتاج عم حسننا بين 65 و 68 كيما فما ناس يعني قالك مترشحين وحبوا يترشحوا حط لهم مادام يعمل في الاستفتاء هو وكذا كذا خلينا نخرج من الاستفتاء الزرقوني عاد النقطة اللي بعد هذا يا حسنين انه 62% يروا انه الوضع الاقتصادي في تونس في تحسن بالانجازات الاخيره اللي قاعد يقوم بها رئيس الجمهوريه من مكافحه الفساد ناخذ راي المجموعه والبلاتو رياض قراءتك للارقام هذه والله فيما يتعلق اولا بتصدر الرئيس قيس سعيد لنوايا التصويت ان ترشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه هذا الحقيقه يفند ادعاءات المعارضه وخاصه جبهه الخلاص التي عقدت على عجل ندوه صحفيه مباشره اثر الاعلان عن نسبه المشاركه في الانتخابات المجالس المحليه الاخيره وين معناتها ادعوا بانه نسبه المشاركه الضعيفه في الانتخابات التشريعية اللي كانت 11%
ونفس النسبة في الانتخابات المحلية كذلك 11%، قالوا أنه النسبة هذه تؤكد انهيار شعبية الرئيس، وقالوا بأنه الشعب التونسي استجاب لدعوتنا نحن كجبهة خلاص لمقاطعة هذه المحطات الانتخابية. هذه هي الأرقام اللي قدمها إمرود، تؤكد وتفند معناتها الادعاءات هذه، وتؤكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ما زال يتصدر نوايا التصويت بأغلبية ساحقة وبعيدا كل البعد عن كل منافسيه المحتملين أو المفترضين. أي بالضبط، هو نحكيه على أكثر من 65%، معناتها يهزها رئيس الجمهورية من الدور الأول. كما قلت إن ترشح للانتخابات الرئاسية وإن عقدت الانتخابات الرئاسية غدوة، وبالضبط غدوة، معناتها مازال عام كامل تنجم لمحالة تصير برشا حاجات، ولكن على الأقل إلى حد هذه اللحظة الرئيس يتصدر نوايا التصويت. حاجة أخرى فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية، راو رئيس الجمهورية ما عندوش حزب أو تنظيم شارك في الانتخابات التشريعية، وإلا شارك في الانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي القول بأنه ضعف المشاركة تعكس انهيار شعبيته ما عنده حتى علاقة. شعبية رئيس متنجم تقيمها كان في الانتخابات الرئاسية فقط. واضح، شكرا لك رياض. رياض حكي على جبهة الخلاص، واللي يحكيه على أنه الشعب التونسي استجاب لدعوتهم هما للمقاطعة، معناتها زاد هذا الحقيقة تحليل أحمق وغبي، لأنه هما شفنا معناتها وقفاتهم الاحتجاجية الكل قدام المسرح البلدي أكبر معناتها وقفة ما تعبيش كار، وبالتالي كان جاي معناتها الشعب التونسي يستجيب لدعواتهم، هما راهم هبطوا بالملايين استجابة لدعواتهم، وراهم أسقطوا ما يسمونه بنظام الرئيس قيس سعيد. واضح. رياض الجرد أحكي على جبهة الخلاص وموقفها من أرقام الانتخابات، بعد شوي باش نسمع رئيس الجمهورية وقراءته لهذه الأرقام، لكن قبل باش نعطيكم ومديتكم بوثيقة كان انشرها على صفحته حسب امضاء رئيس الجمهوريه التونسي الاسبق مؤقت المؤقت هذيك هاك الامضاء فما اللوت نقرا لك في نص الامضاء هو هذاك يعرف في نص الامضاء حتى الترتور لا حتى الدكتور محمد منصف المرزوقي بعد يحط الدكتور حنقرا عاد للناس بعد يحط الدكتور يولي يحط لنا الترتور ومباشره نعرف شكون خلينا نقرا نص التدوينه باش الناس يفهموا فاش قاعدين نحكيو. بعد فقدان وشرعيه انتخابات 2019 بانقلاب 2021 وبعد صفحه الاستفتاء وانتخابات البرلمان والبارحة مجلسه العجيب لم يشارك فيها إلا أقل من 10% من الناخبين، لو كان لهذا الرجل ذرة من الكرامة لقدم استقالته، والشعب الذي يدعي تمثيله لا يريد إصلاحاته، لكنه لن يستقيل ومن ثم يجب إقالته، ليس فقط لأنه فاقد للشرعية 4 مرات، ولكن لأنه كارثة على الاقتصاد والدولة والوحدة الوطنية والحريات، وخاصة على مستقبل كل التونسيين والتونسيات. فإلى مسؤوليتكم يا شعب المواطنين، الدكتور محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الأسبق. حسنين شو قراءتك؟ لا هذا لا يقرأ، هذا شيء طراطيري رائحته نتنة جدا وألفاظه سيئة. شوف هذا أي واحد يكلم رئيس الدولة وهو كان زعما رئيس مؤخر أسمعني ويقول له وكان عندك ذرة من الكرامة هذا كلام ماذا هذا انت هذا مستوي يعني هذا مش انت مش بشر يعني يمكن مناقش لحق يعني هذا يقصي نفسه من الوجود. ثم يا محمد رو أنا والله العظيم كان جاي عندي السلطة أنت محاسبك ونعاقبك أنت يا أخي هذا الرجل يعني ما محكوم عليه بالحبس في تونس جيبوا له في تصريحاته كيفاش 4 سنين بصفته أنا صفتي ما عنده صفة لا وزن دو رئيس تونس الأسبق نحب ولا نكره كان جزء من لا يتجزأ من تاريخ تونس حسن بن عثمان كي يقول لك لن يستقيل ووجب إقالته أليس كلام خطير وليس تصريح خطير والحمد لله ما عندكش مسؤولية في الدولة والله هو بقتله كانك الجزيرة شوية بشارة بشارة صاحبي الزعم العزمي بشارة نتاع الفلسطيني لكن المسيحي يعني الشيوعي يعني ولا أخوان المسلمين هذاك يعني قالوا كان الوحيد هذاك عزمي بشارة عدا ذلك شكون يأخذ بكلام المرزوق يعني يعتبر يعني ترديد كلامه سيدي محمد ولك انت والله يشوهك ويشوه لسانك وانت رجل عفيف كما نعرف لهذه الدرجة حسنين معناها انا نقول لك شنو لهذه الدرجة وزن دولي اليوم ما يخوش ما عندوش وزن دولي انت تعطي فيه في وزن دولي ما عنده شيء اما هنا نحن في تقصير من السلطة التونسية في جلب هذا الواحد هذا الرئيس الأسبق هذا الترتور الرئيس الأسبق هذا الترتور في جلبه عندنا اتفاقيات مع أمنية مع جهات وانتربول وكذا كذا وهذا يا رجل يعني يغسل هو انت شوف المغاربة قد متقرب للمغاربة ولبسهم درع الجمهورية ودرع درع شنية المغاربة رفضوا استقباله قالوا هذا الإنسان مخبول ترتور يهز وينفض يفزدنا على خات وانت توجي بالنفس يا محمد لو مش معقول اوكي صورته اعطيونا صورة بربي خلي يشوفها بش يبدأ
الكلام نتاعك زاد فما شويه نسبه. هاو يغزل لك الدكتور الاصغر. يا لطيف يا لطيف هاو شان لك الفوق قلت له شكون بسم الله مخيمين عليه يا لطيف قاعد يغزل الفوق. خالد دوختني محمد انا مواطن حب تونس اي تسمع اغنيه لطفي بوشنيق محمد اش تقول يا هنا من كان مثلي ما يهمه من ومن انتم اصحاب الفخامه والزعامه لن اكون في يوم منكم يشهد الله والوطن انا حلمي بس حلم اني ظل عندي وطن يا وطن انت حبيبي انت عزي وتاشي راسي يا فخر المواطن والمناضل والسياسي انا المواطن تحب تونس ما تكسرش التراء ما تكسرش دراشنية حافظ السياسيين عندهم شعار خالف تعرف أيوة. وعندنا نحن في تونس يا محمد في مصر يبدأ بيه تحت الجامعة يقول لك مصر أم الدنيا أيوة. احنا شنو شعارنا الفقر في الوطن غرب زيد هب لك الفقراء بش يحرقوا بش يكسر أيوة. برافو عليك خالد ولكن النقطة المذيئة اللي نخرج بها انه الحمد لله ما عندكش منصب يا سيد رئيس التحرير السابق في الدولة هذه راك مارست علينا أسوأ وأنا فنوع الدكتاتورية. بسم الله بسم الله سيدي محمد أنا نمارس عليك هكا أما لكن معنا من خلالك نحب نقول للآخرين راهو ردوا بالكم يعني في جثث في أشياء ميتة عفنة متعفنة جثث إيه وإكرام الميت دفنوا أول مرة يمضي يا ودي إكرام الميت دفنوا سلي على محمد تو فما الناس مازال فعقولاتهم تخسرنا في الوقت يا محمد أول مرة جاي بلي الترطور هذا نتكلموا عليه عيب عليك أول مرة يمضي بالإمضاء ذاك رئيس تونس الأسبق أول مرة اي يا سيدي ناخذ احوال الكياس تونسويت مع اي بالغايب وراجعي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدو يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا من بعد شويه تراند مع ثريا عندها ما تحكي لنا لكن قبل انا عندي ليكم باك يعمل 66 كيف من ليدرز بيلدينغ تو تسويت شاك دي تايكون شاك برو اي راكونت شاك بروجي راكونت هذا السلوغان اللي لازمكم تحفظوه شاك دي تايكون شاك بروجي راكونت مع ليدرز بيلدينغ تحب تبني ولا تكمل الشانتي نتاعك خليها على شريكة البناء ليدرز بيلدينغ اللي تابعة لمجموعة شركات ليدرز جروب معنا بالتليفون صديقنا سمير الفرحاني سمير مرحبا مرحبا اخوي العزيز وينك يا سي سمير والله انا حمد لله نشكره اخوي مادام معنا انتوما جاونا مريق الحمد لله جاونا مريق فريق العديد يقولوا لي سي سمير محايس شويه في الشانتي نتاعو والمرمه شاده بعضها شوي والله ساكن فيها اصلا مزلت مرمه وهي مازالت مرمه يا سيدي وهي مازالت مرمه قلت لك معناها مازالت مرمه غير انا هربت من الكري اخويا على الاقل والله برافو عليك وربي سهل فيها وتكملها وخاصه انه تو باش تقف معاك ليدرز بيلدينغ وقفه تاع دي بروفيسيونيل اسمع معايا بالكدا ربحت باك بقيمه 4000 دينار 4 ملايين فيها اسمع معي واحد زيارة مجانية للشانتي متاعك من لي زيكسبير متاع الليدرز بيلدينغ باش ينصحوك ويعطيوك دي بلون تكنيك اون دو دي تروا دي حسب اختيارك وذوقك من تصميم خيرة المهندسين المعماريين وفوق هذا الكل الكفاءات اللي في ليدرز بيلدينغ باش يرافقوك باش تبني دار العمر على قد ميزانيتك يعني نصيحة وتوجيه دي زيكسبير باش تعمل دار حسب امكانياتك خويا باللي عندك وتشوفها بالعين اللي تحبها انت ايش قولك احسن ما فما يا خويا يرحم وديك يرحم يا بيه يا خويا مبروك عليك يا سمير اسمع كي تكمل الدار كي تكمل الدار والكل عاملين صحيفة كسكسي باهي اسمع ونجيو بحذاك وناكلوا الكسكسي يا خويا ونتمنوا لك الخير والبركه وان شاء الله ديما فرحان انت وخويا خالد ومعطن وثوريا ورياض نخليهم هون والله عرفت تختار ليه 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 هذه ما خليتنيش نكمل واختي ثوريا اختي ثوريا دي انا نحب نصدعها ايوه نحب نصدعها طيب تعلم مرتي مقرونه كذاب وحدك يا زميل وحدك يا زميل اخونا رياض اخونا رياض وخاصه انك طنقور يا اخوي خاصه والجمعيتي هذاك اما حتى سي خاطر نحبوا برشا وحدك وحدك يا سمير يا اخوي برشا برشا خاصه انك يبدا يحكي عطيني راني ولد جمعيتك يا سمير راني ولد جمعيتك زاد اصلا سيدي امريكا يا خويا رياض امريكا مرحبا بك يا خويا اسمعني عندي مالا خويا رياض وسنقور بقدرة ربي نصدعهم وحدهم هذوكم بعدكم انتم ايوه هيك وهذا صحيح ظاهر اللمه يا خويا اسمع مبروكين عليك يا سمير وان شاء الله ديما فرحان انت والعائله نتاعك والدار تسكنوا فيها وتعمروا فيها وتشوف فيها الفرحه الكل ليدرز بيلدينغ تربحكم مش مره تربحكم مرتين ديما هي ليدرز بيلدينغ
نتعديه تود سويت للتريندينج تود سويت مع ثوريا العمري. يا سيدي اليوم في تراند عندنا خبر يعمل 66 كيف. الخبر هذا يخص الفنان والنجم صابر الرباعي اللي حل ضيف اخيرا معناتها مؤخرا على برنامج احلام الف ليله وليله. باه ناخذ بوز. الخبر اللي في بالي بيه هنا يعمل 66 كيف. باهي عجبني خاطر. ايوا هل ما فهمتش الخبر كمل لي مالي. باهي يا سيدي حل ضيف قلنا في الانترفيو سالته احلام. ايوه قالت له كين تكون عندك غنية تعطيها شنو هي الاغنيه وليش كون تعطيها تتنازل عليها. باهي معني اغنية من اغاني صابر الرباعي باش يتنازل عليها. باش يتنازل عليها. خبر يعمل 66 كيف. يعمل 66 الف كيف وكيف. سي صابر الرباعي ما كانش بالعكسين اختار اغنية صرخة. وقال نهديها الوائل كفوري. ايوه. ما كانتش بالعكسين احلام ومدت الوريقة قالت له صح عليها. صحح. انه يتنازل على اغنية. انه يتنازل ويحب يسمعها بصوت وائل. قال انا نحب الفنانين الكل والنجوم الكل صحابي وخيان امرني انا نحب نسمعها بصوت وائل الكفوري. وين 66 كيف؟ انه صابر تنزل عليها ولا انك باش تسمعها بصوت وائل الكفوري؟ ليه محليها اللي حسيت اللي فيها برشا قلبه كبير معناتها. جينيروزيتي مع الفنانين. محليها مان مش واحد ياخذ اغنيه معناتها يقول ليه ما نعطيش اغنياتي نتاعي برجو ليا حاجه معناتها صابر كبير الحقيقه. هكا ممتاز. وين نحبوا فان بيهم فلوس. حاتم الجيزاني كلمات. حاتم الجيزاني. تعرف يا سيدي محمد هذا خذيع انا مسلمت الجائزه. ايوه عام 1996 باه في مهرجان الاغنيه التونسيه ويعني كان عندنا ايضا انا مسلمتها له باسم النقاد. كان جمعيه صحفيين من فعالياتها انا تواكب مثل هذه المهرجانات وانا كنت عضو الهيئه المديره للجمعيه الصحفيين طبعا سيدك. الهيئه التنفيذيه باه فهمتني ويعني كنا نعطوا جائزة نحن وهذه نحن توجناها صرخة هذه هي متاع تلحين محمد غلاب وطارق الجيزاني يعني حاتم الجيزاني ويعني أداء صابر الرباعي وساعتها مزال صابر الرباعي يعني محلي محلي جدا جدا ومن هناك يعني كانت الانطلاقة والتفوجات وجهك مبروك عليه والله ممتاز. أما لكن التقاليد هذه مشيت المهرجانات هذه حطوا عليهم ناس يعني بلا شفقة ولا رحمة وبضيق أفق بضيق أفق. ممتاز حسنين. خل نسأل ثوريا بما أنها اللي تغني عنا في المجموعة لو تجيك الفرصة هذه ونقول لك اختار غنية من عند فنان تحب تاخذها تطلب منه انه يتنزل لك عليها اش تختار؟ اخي بلي انا باش نعطي غنيه اخترتيهم غنيتين بلي باش نعطيهم لو تطلب اختار غنيه نختار الساعه الفنان لطفي بوشنيق. باه صورة تونس الجميلة. ايوه خاطر صابر يزي عطى غنية ما كنتش نقول صابر اما هو عطى الوائل نمشي لطفي بوشنيق. لطفي بوشنيق شنو الغنية برشا غنيات نتصور اختار غنية باش تطلبها منه تو سي نغني هنا شنو الغنية باش تطلبها منه؟ نسايا 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 تحفظ منها شوية؟ نحفظها. قول لنا شوي. نسايا نحبك وانت نسايا تيرارارا نسايا من وقت الصغرى والقرايا تيرارارا نحبك أنا من وقت اللي سكنت حضانة وشفت على خدك رمانة تختار النجمه بغنايا نسايا بي بعد البقيه تراه باسم النقاد تقبل نعطيوها الغنايه لو سيلوت في بوشنيق يسمع هي ايه هذ البارح ما هي بصراحه خلينا في اليوم في هذه في الغنايه هذه عجبتك ولا باهي ما تستاهلها تستاهلها مش بقى الاداء هذه ضعيف اداء ضعيف مشينا سيما سيما اخي تترين عليها تشنية يا اخي نترين احسن نغنيها كي ترينا ترينا غنيها استنى خلينا نعاود لك لا سي ناسي فك وانت جد صحيح الساعة الثانية نرجع نحكيو فيها سبور نحكيو على تصريحات رئيس النادي الافريقي نحكيو سياسة على زيارة رئيس الجمهورية لمعمل الف ولاد خليكم معنا راجعين مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي حتى لسبعة متاع العشية على اي اف ام احلى راديو من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى راديو اي اف ام على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم ساعتنا الاولى كملناها بغناية متاع ثوريا العمري الحديث كان على الصرخة حسنين قلنا الالحان المرحوم محمد علام الله يرحمه ونعمه سيدي محمد هذا
محمد علام رجل هو كان صديقي وصديق الساحة الكل ربي يرحمه. ويعني الساحة الفنية هذه كانت مفتوحة على الساحة الثقافية. وكنا نقعد في قهوة في شارع فلسطين في آخر شارع فلسطين والله يرحمه نعم. وكان مجتهد وعمله قليلة ما خليش برشا عمله. بارك الله في حسين العفريت. هاي الحسين العفريت اللي صلحنا المعلومات. ولكن فقدت عندي هوني مفاجأة أخرى سوربريز للمجموعة وخاصة لثوريا. بعد ما غنيت يجيني ميساج يقول لي أول مرة نسمع صوت ثوريا في اللايف. لا. هذا ميساج بعثولي الفنان سفيان سفتة ويقول لي وعد مني عندها غنية في أول 2024 من عندي وكان لزم ديو وذايا وعد مني في أول 2024. تحية للفنان سفيان سفتة. تحية لي ويعطي الصحة والله. توا راس عام وكادويت أحلى كادو هذا نجم ندخل بيه راس العام. ميرسي بوكو. إن شاء الله يا رب يكون عند حسن ظنه. حاجة تفرحني على الاخر كان اغنية والا ديو والله. هو ربي يسكرها من جانب يحلها من جانب اخر. ايوه هو الحمد لله. هي تسكرت مني من وين سكرت؟ ما هو سكر وقال لي فاشل الاغنية. صوت ضعيف في ادائي داعي يعني متجل. اسمعني باقي صوت ضعيف. اما هي محضر خير يا عم حسن. هي كما يقول الموسيقيون والفنانون عندها خامة صوتية يا ولدي منجم منها نتاع ذهب. وان شاء الله يعني بالشفاء اللي يحب يطلع الكنوز. ايوه خالد شو رايك في سفيان سفتة اللي كفاية عليها والله بارك الله فيه محليه. والحاجه اللي حلوه محمد تعجبني في عباد كيما هكوما يختاروا المواهب. فما عباد كيما ثريا مثلا ما عباد ما تعطيهاش. فما عباد يسمع لك صوت واحد يقول لك السيد هذا نجم نخرج منه العجب. بالضبط. وتو تشوف ثريا وين بيشتغل ان شاء الله. ان شاء الله من بعد شوي نرجعوا نحكيوا كدوات. من بعد شوي نحكيوا على ليدرز ديجيتال عندها ما تربحكم برشا ربح يستنى فيكم كالعاده. كيتكلمونا على 31 380 ألف. نحكيوا على 400 دينار من بعد شويه. لكن نحكيوا كوره زاده ونحكيوا السياسه على زياره رئيس الجمهوريه لمعمل الف ولاد. احوال الكياسات تجيكم بعد لحظات مع ايه بالغايب. نفكركم اللي الرقم اللي تكلمون عليه ديما هو 31 380 ألف. ليدرز ديجيتال التابعة لمجموعة ليدرز تحط على ذمتكم لسوسيتي ستارت اب. أحوال الكياس توت سويت مع آية بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدير. يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا نرجع ونحكيوا على القراءة السياسية. ولكن المرة هذه قراءة رئيس الجمهورية لأرقام الانتخابات المحلية الأخيرة 11.6%. رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد كان حكى على النقطة هذه خلال زيارته لمعمل ألف ولاد. نسمعوا شنو قال رئيس الجمهورية. العزوف هو نتيجة لرفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان. لابد من وقت لهذا الديمقراطية النيابية لابد منها. ولكن لأن التونسيين عاشوا في ظل برلمانات كانت صورية ثم في ظل برلمانات متكونة من مافيات في أغلبها مش كل محالة ثم عزوف بالنظر إلى رفض فكرة البرلمان. من المفارقات أن التونسيين الذين استشهدوا من أجل برلمان وطني لا يريدون اليوم برلمان. لابد من وقت حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في من يتولى أمره. وليعلم أيضا المنتخبون بقطع النظر عن نسبة المشاركة ونسبة الأصوات التي تحصلوا عليها أنهم مسؤولون أمام الذين انتخبوهم. رياض جراد هذايا قراءة رئيس الجمهورية وهي تختلف تقريبا 180% على سردية المعارضة اللي تقول لك الرقم ذي يعكس يعني الإقبال الضعيف للتوانسة ولا مقاطعتهم لمشروع وفكرة الرئيس. الشعب يريد ما لا يريد الرئيس. هذه سردية ورئيس الجمهورية عنده قراءة أخرى للأرقام هذه. ليه سردية المعارضة تبين بما لا يدعو مجال للشك اللي هي ما عندها حتى منطق وما عندها حتى علاقة بالواقع ودمر لها حياتها. سي نبيل بالعم مدير مؤسسة إمرود كيف أعطاه معناتها أرقام مبنية على استبيان ودراسة علمية وأكد اللي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حد اليوم هذا يتصدر نوايا التصويت بنسبة تفوق 65%. وبالتالي ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية ما عنده حتى علاقة بشعبية الرئيس قيس سعيد. الرئيس الحقيقة أنا متفق تماما مع القراءة متاعه
نتاعو هذا قلته أنا، سواء بعد التصريح بنسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية وإلا بعد التصريح كذلك بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية واللي تقريبا هي نفسها معناتها 11%. والحقيقة أنا هذا لاحظته معناتها من خلال حتى المواطنين معناتها اللي يستوقفوني في الشارع ويحكيوا معي بكل تلقائية. محمد المواطن التونسي يقول لك يا أخويا أنا معناتها خرجت ليلة 25 جويلية 2021 في الليل فرحا وتأييدا لقرارات رئيس الجمهورية، وخرجنا كذلك في 25 جويلية 22 وصوتنا على دستور قيس سعيد. ما كنت قلت دستور قيس سعيد صوتنا عليه بثلاثة ملايين في غرغور القايلة. ولكن يقول لك اليوم الضمان عندك يا سيد الرئيس ريقل أمورك، احنا تفكرنا في الانتخابات الرئاسية كانت رشحت رانا باش نزيد ونتخبوك. تونسي يقول لك عندي ثقة في الرئيس فقط، عندي ثقة في الرئيس وعلاقته شخصية ومباشرة برئيس الجمهورية، لأنه المواطن التونسي شئنا أم أبينا. تقولي معقول مش معقول هذاك نقاش ثاني، لكن الناس فدت من كل ما هو مجالس، مجلس تشريعي، مجلس بلدي، مجلس محلي، أي حاجة فيها كلمة مجلس الشعب التونسي معناتها يفد منها ويتقلق منها بالنظر للفوضى والعربدة والفساد وعدم الجدية اللي شافها في المجالس النيابية السابقة واللي شافها كذلك في المجالس البلدية. أخي احنا نتذكر اسمه ذاك رئيس بلدية الكرم العيوني، العيوني ما قال لك كيفاش معناتها رئيس الجمهورية يدخل الكرم ويصلي الجمعة من غير ما يشاورني. سي فتحي العيوني قال لك معناتها باسم التدبير الحر، هو ولا غيره معناتها من المجالس البلدية باسم التدبير الحر يجي في قلب الستة السكة ويعمل لك معناتها حيت. وبالتالي التوانسة فدوا من المجالس، فدوا من الوعود الزائفة، فدوا من الفوضى، من العربدة، من الفساد اللي شافوها في المجالس هذيك، مع احترامنا معناتها للبعض في المجالس هذيك. دونك اليوم ثقته فقط شخصية ومباشرة في رئيس الجمهورية. يقولك سيد الرئيس الضمان عندك تصرف، انا تذكرني في 2024 كانت رشحت، راني باش نعاود نخرج وننتخبك انت. واضح. احسن بن عثمان تقبل القراءة ذي اللي تقول لك التونسي اليوم علاقته مباشرة برئيس الجمهورية ولا ثقته مباشرة برئيس الجمهورية؟ البقية يقول لك تقريبا ما نعرفهم، مش ما ثقتي يمكن مع القلة قليلة نعرفه مباشرة. الجمهورية الشعب التونسي يمكن يعرفه، ممكنش يعرف، ولكن تعرف عليه هي شيء المشكلة. هي رأي من العقد شيء يعني البسيط، هو فما شيء يعني بديهي وبسيط وفي متناول الجميع، لأن تفلسف عنه ولا تجيب لي مؤسسة النمرود ولا مؤسسة الزرقون، يعني هذه أمور بسيطة جدا نفهمها. الشعب التونسي يعني كيف فد من بن علي خرج عن بكرة أبيه في كل جهاته وكل كذا، أمواجا أمواجا أياما بعد أيام إلى أن تفاقت الأمور ووقعت الثورة وشاب بن علي هكا ولا واضح. ويعني كان يتصور يعني نحن هو، لأنه يعني علاش قام على بن علي؟ يعني الناس كل تهت في الاخر لحظة بن علي بن علي بن علي بن علي ايش علشنا كسره هو كسر، لانه يعني محيطه يعني تفاسد واصبح يعني انا نعرف جيدا، نعرف انا من داخل النظام اعرف ماذا حدث بالضبط. ماذا حدث؟ حدث يعني في يعني بن علي يعني اصبح في غيبوبة، في عزلة، من اللي جاب ولده ذاك محمد زين العابدين يعني تخلى عن الحكم واصبح سيب، لانه بدعوى انه الطرابلسيه ولده فقراء حفايه، قال لك ما نحبهمش يموتوا عراي وسيبهم يرتحوا وعاد الناس فدت وكذا وكلت بعضها، وتوحد الشعب التونسي. وهذه معارضه وتطفه اللي خذاه السلطه من بعد، ما عندهمش علاقه، ما عندهمش علاقة بالثورة التونسية. نقول لك أنا أيوة. ما عندهمش حمى الهمامي في الكراكة إلى يوم 14 أيوة. جانفي الإخوان جي البرة يعني راجل غنوشي مبحبح في لندرا يعني كذا وشكون الأخر وذولين أخرين وذولين حنتي في داية وحنتي في رجلية ما همش موجودين أيوة. إيه هذم جاءوا ركبوا على ركوب على الثورة، ركبوا على الثورة وقسموا الغنيمة وتعاملوا مع الجمهورية التونسية والشعب التونسي كغنيمة وكل واحد أعطيني باي عاو قال لك جماعة الآخر أعطيه وزير التشغيل، الآخرين أعطيهم وزير، واحد أعطيه وزير أملاك الدولة، الآخر أعطيه التعليم يحب يعمل حزب واسع يعني بالتعليم بالتعليم شوف الأساتذة متاع التعليم والمتفقدين وكل النظار في بداية الثورة لأي حزب يعني انتموا، تو تشوف تفهم البلاد دي هذو ما قد تقسموه البلاد دي تقسموها وخرباها ويحبوا لاني
بعد تخريبه شو قلت لحية يعني اللي عملوه الكل يحبوا يحولوه إلى قيس سعيد، يعني أخطأهم هما يحب يحطوها في عنق قيس سعيد ويحاسبوه على أخطأهم. شو على قلت لحية أيوة. راهو اللي يتكلم قبل كده والملزوق لود الملزوق هذاك أيوة. والترطور هي لغة الجماعة الكل لو كان اسمحهم كيفاش تكلموا وكيفاش تبندوا على هذه اللغة متبنينها يا ودي لغة مخلوف يهبط لي طول نكسر لك فمك كان أيوة. كراجل مخلوف كما قال يعني وكيل الجمهورية إذا كان كراش لهبط لي أيوة. هذه لغتهم لغة زوفرة ولغة سقاط ولغة أوباش. أنا بالنسبة لي الشعب التونسي بارك الله في سيادته لحداش، أنا بالنسبة لي هذاك خارق العدل، واه هذاك 11% مليون بشر يهتم مباشرة بمسائل تعنية. كي تجي المسائل التعنية شنو هي المسألة التعنية الشعب التونسي ثاني مسائل يفهمها كما الرئاسة كيف يحطوا له ود القروي أيوة. واحد ود القروي يعني كما تعرف القروي أيوة. وانت تفهم مش ما يقول أيوة. يعني بالقروي أيوة. يعني يحطوا له ود القروي ذاك اكل اكل الشنيع أيوة. الشناعة وفي المقابل لا وشناعهم شو معاه مليون بشر أيوة. أيوة. عندنا فساد حقيقي في المجتمع ايضا. ماذا كان سيكون مسير تونس لو تعدى نبيل القروي رئيس الجمهورية؟ حشاك سيدي محمد وحش السامعين لدخلنا الكل يعني في دار الخنا وسوقا لخاسة لانه يبيع الرقيق الابيض حشاك انا في وذكوري يا لطيف يا لطيف. عجبتني مجلس الفولاذ محمد ما عندكش فكرة قديش مهمة محمد تعرف عليش محمد الحديد بو 12 بو 14 ويسبوا بيه الضالة في تونس راهو الدولة مسؤولة عليه خاطر بعد 5 و6 سنين تنجم راهو برشا حاجات تتيح على خاطر حتى كي نستودوه من برا يلزم يكون فيه انورم كي يبدا جايبوا الخواص حتى الانورم ما فيهش يتعد بالضبط. دونك اليوم وقفة هذية وقفة حلوة برشا ويزمنا ننتبهوا لها محمد بالكده بالكده. باش نرجع لك خالد بعد شوي نحكيو كرة ثوري خلينا ناخذ رايك في الموضوع ما شفت السبحك ما شاركتش في الانتخابات الأخيرة لا. في الانتخابات الرئاسية لو تصير الانتخابات الرئاسية غدوة ولا جمعة هذه تشارك؟ بيان سور نشارك. معني بالانتخابات الرئاسية الرئيس نورمال مادام باش تصير انتخابات رئاسية صغار والكبار احنا في نظام رئاسي ديجا ولا معناتها حاجة كبيرة غرانديوز الاخرين فما ناس تفهم فما ناس ما تفهمش المجلس المحلي المجلس التأسيسي مش فاهمين راهو العباد شنو هو الحكاية بالضبط شنو هو اللي قاعد يصير شنو هي علاقتهم بالرئيس وبرئاسة الحكومة دونك رئيس ناس كل تقول يلا بينا يا معايا ضد يا معايا ضد. شكرا ليك ثوريا خالد بعد شوي نحكيو كورة لكن تود سويت نحكيو ربح على 31 380 ألف. ليدرز ديجيتال التابعة لمجموعة ليدرز يحطوا على ذمتكم على ذمة لسوسيتي وليستارت اب دي سيرفيس اون لارج جام دو سيرفيس في الماركتينج ديجيتال اللي تحقق لك لوديونس والفيزيبيليتي اللي تتمناوها وتخرج البروجي نتاعك بارتو توصلك للكليونات في كل بلاصه الكليونات اللي انت حاجتك بهم. اليوم مع انيفرسير اي اف ام ليدرز ديجيتال تحب تربحكم باك للعرايس. معنا بالتليفون ساره. ساره مرحبا. الو عسلامه. مرحبا مرحبا. اي يا سيدي نلعبوا على باك للعرايس. قل لي العرس قريب ان شاء الله ساره؟ ان شاء الله كان ربي يسهل في افريل ان شاء الله في افريل باذن الله خارق العاده. سيدي فكسيتوا الدات اخترتوا الموعد والدنيا الكل اي نورمالمون تري بيان. العروس تحبش نسلموا عليه اعطينا اسمه على الاقل. ساره أي حمزه. ساره وحمزه يا سيدي حمزه قل له مبروك عليك يا ساره بعد التليفون هذا ديريكت كلمه قل له راه عندك باك كادو فيه سيونس فوتو تصوري ليميتي مع البوم ديجيتال على كيف كيفكم في ستوديو برو. تحبوا نهار العرس ولا بعد العرس؟ تحب قبل الولاده بعد الولاده؟ تعملوا تصورات مزيانين يقعدوا لكم سوفينير وتربحوا معاهم 400 دينار يقعدوا في الجيب. باهين هكا؟ اوه ميرسي بوكو عايشك يعطيكم الصحة يا سيدي بالهناء والبنين والبنون والرفاة والرفاة بإذن الله ليك سارة وحمزة. الفرحة ديما مع اي اف ام مع ليدرز جروب ويليد تو سكسس. صفحة كرة القدم تود سويت نبدأ معك. أيوة. نحب نضيف معلومة صغيرة قبل كانت حلت على الثور وقلت الأحزاب هذوني ولا مالك هذوني أيوة. وجدي بيان مالك أيوة. نعرفهم أيوة. ما عندهمش علاقة عندهم علاقة فقط بالنهب إنما الذي ساهم حقيقة في الثورة التونسية هو الاتحاد العام التونسي للشغل حتى ننصف الناس صح صح ولولاه يعني هو تأطير وسيب المقال نتاعو وكذا ويعطيهم الصح. شكرا لك حسنين. نحكي وتود سويت كورة مع خالد علي التويتي. الترجي ينتصر اليوم في مباراة القمة لهذه الجولة مباراة الكلاسيكو الترجي سياسيس هدف مقابل صفر. كيف شفت الماتش خالد؟ الشوط الأول كان ماتش متوسط برش صفاق استرعت تلعب في الأتاك بعد دقيقة 60 حاجة اللي فرحت لها رجوع غيلان الشعلان هذا كان مضروب فرحت له كرجع. واليوم كان شفت الاسبيرونس في الترانزميسيون بتاع الكورة بغيث الشعلاني
عملوا دي ترانزميسيون خاطر عنده الباس، كل ما يعطي باس نغزل له يكسر بها ليليني. يعني بدا يشد في الفورم والاسبيرونس تحت بعد الدقيقه 60، ولكن في الماتش هذا كان ينجم يوفى ثلاثه، محمد 4-3 3-2 فاسيلمون جاو كور نتاع بونتويت. شفنا كان نبيل الكوكي زاد ما تكتيكمون حاول اكثر من رسم تكتيكي، لكن الترجي كان واقف ظهر لي خالد. كيف الترجي كان واقف لكن تبقينا محمد، حتى الترجي كان واقف لكن مش الترجي اللي لازم يكون. فهمت محمد؟ حتى انا نتفرج خاطر مع جمال لعبت كل مش خاطر الماتش مو شكلي فيه محمد ريتم قوي. تو البارح كي ترى تروح للكلوب والملعب التونسي فيه ريتم، فيه فرجه، فيه فرجه، فيه كاليتي نتاع لي جوار البارح فيه. اليوم ما شفتش حاجه كبيره محمد، شفت كان هدار الفرص. صفاقس جات كرة بالراس في الدقيقة 20 فاز أمام ماركهاش، كانت نجم ترجع في الماتش في الدقيقة 38 جات واحدة خرج راس ما ماركهاش باسوي، جاتو كرة بالراس دوزيامي توم متاع نجم ماركيه. فما حاجة اللي ناقصة اليوم في الطرح هو لدوزاج دو باس. فما باسيتي محمد كان تعطاو بالدوزاج، قلت لك كانت توصل 3 و4 بالضبط. به نرجع معك الماتش البارح انت حكيت عليه، لكن باش نحكيو ما بعد المباراة. تصريح من رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي وسامي بلقاضي، ايضا تصريح غريب شويه زاد، هبك تسمعوا خالد نسمعوا الفريق ثم ناخذ رايك. مش مشكل، يمكن اغلاط عن سهو، اما تزيد المره هذايا سي نضال طيف وسي بكير، نحن كره عندنا يهزنا ارجو، كرة عندهم قش مرة يخرجوا رجوع، ماركينا بونت وما فهم حد شيء، الكرة اللي تنحي من الشبكة، ما الشبكة، هذا ظلم، هذا بالحق تظلمنا منظومة تاع الكرة ما خرجتش، نتاع سي عواس ترابلسي هذا بالحق. على الهدف الأخراني. الهدف الأخراني أكيد هدف، واللي قبله كرة ما خرجتش، نحن هزنا تو هزنا رجوع وما يهزمش رجوع، بالحق المنظومة الكل نتاع سي عواس ترابلسي مش معقول إيش قاي صاير، خويا تعرفش كيفاش. هابوا نبطلوا نحن البطوله تم بطلوا شفنا برشا يونا مار مع ساكتين ما كانش يخلي والو من البطوله. تظلمنا سي با نورمال. شوف احتجاج على مردود الحكم، احتجاج على تعيينات الحكام، نوصلوا انك تحبوا نخليوا البطوله نخليوها. التصريح من رئيس نادي بحجم النادي الافريقي اصنفه في خانة تصريح غريب ولا تصريح للنسيان. خالد بريزيدون بارك الله فيك، منعت الكلوب، عملت ميراكل، عملت جمعيه، ما نحبكش في الحاجات هذوما. تثبت محمد ليتوال كيفاش وقت اللي قالت من خسرت الشامبيونان وقت اللي ما لعبت شي ماتش كانوا نجموا يهزوه. دونك اليوم رئيس جمعيه كان سيبورتير، هو يحب الكلوب ونعرفوك تحب الكلوب ديما، ما يلزمكش تخمم كيما يخمموا لي سيبورتير. دونك اليوم راو علاش انت عمناول كي دخلنا في الحوافز وناقصين ثلاثه وشويه اللي هزينا الشامبيونان. ايه اليوم ديما 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 راك عندك شانس اللي باش دخلت لبعيد. الإشكالية تاوى في عود نعملوا المشاكل كل يلزمنا نفركسوا شكون اللي نجم رجل المرحلة هذه اللي باش ينتقل بالنادي الافريقي من غير عاطفة من غير حتى شيء. انا كلمته قلت له يا استاذ جيب ناس جيب لي زونترونور تحكي معاهم شنو الاوبجيكتيف نتاعك وين تنجم تخلط بين تصريح حكاية. خالد يمكن اشو ساعات واحد يقول ولا يحس روحه تظلم في الماتش، لكن تاثيراته راهي كبيره على اللاعبين على الجمهور. على اللاعبين وعلى الجمهور، غدوه الجمهور تولي انت محمد. انا نعاود نرجع وباقي نقول لك مادام ما فماش فار توا الكوره اللي يحكي عليها نتاع اللي خرج وما خرجتش برا كي نتفرجوا، هو في الفوتبول في القانون يلزم التروا كار نتاع الكوره تبدا خارجه لبرا ما تحسبش. انا شفت قعدت نثبت وعيني قريب ننقبهم في التلفزه ما تنجمش ترى الكوره نتاع البيلانتي اللي خاب نتاع اللي ضرب ما تنجمش تشوفها من نونغول هذاك ما تنجمش تشوف. اليوم يا ناس علاش ما يعملوش فار؟ انت تفرج انت عواز الترابلسي هو شاد التحكيم قداش عنده منعاء تو ما تنحى كي تشوف في الكوب دافريك عندنا اربيتل في البار وجد في البار هيثم بار رديته بار انا مش بار هيثم عندنا رئيس تحديد وجد توش. دونك اليوم يا ودي اعمل فار اخويا تعمل فار خلي شفافيه ما يعجبكش زاد ايوه تو انت في خلاصات وتشوف البيجي والمصاريف اللي يصرفوا فيها الكل تاع مليارات اليوم اعطي حق لعبي زيد كاميرا وديو فلا رجال محمد ولات في الحوم في السياد فار في بطحة يبدأوا في البطحة فما فار. واضح خالد مازال دقيقة معاك نحكيو فيها على مباراة السوبر. الجامعة التونسية لكرة القدم تختار يوم 7 جانفي في موعد مباراة السوبر بين النجم الرياضي الساحلي والأولمبي البيجي. 7 جانفي في رو أسبوع قبل كوب دافريك تقريبا 13 جانفي في يبدأ كوب دافريك. هذا التخلويذ تخلويذ علاش محمد تخلويذ؟ تو انت مثلا ليتوال باش تلعب كونتر باجي
انت كي باش تلعب لتوالو باجا لوسيت ينجم ساعه ليكيب ناسيونال. انت تعرفش البروغراماسيون تاع لونترونور ينجم ياخذ جمعيات قبل بجمعه يمكن البريمير لا ماشي تعمل ماشي تعمل ماشي تلعب في التورنوا باش تمشي ليله صلاله ومو يسمك جمعه هذا فما ديفيرينس تاع خمسه ايام. اليوم عندك الجمل وجلاسي هما اللي كادر في ليتوال وموجودين في القائمه موجودين في القائمه أيوة. اسكو باش تعيط لهم ماكش معيط لهم ما يعني لهنا تولي يزم يا محمد راه فما حاجه ديما نقولها لك احنا غالطين في تونس في البروغراماسيون يا ولدي لازمنا نعملوا بروغراماسيون نتاع نتاع كوره نعرفوا وقتاش نمشي وقتاش نجيو وقتاش جمعياتنا يلعبوا لي ماتش اكلي ماتش يلزمهم يربحوهم ما نجيش نحطوا في ماتش قبل الماتش هذاك صعيب وباش الماتش من بعده تهتكوا تهتكوا وتنجم تهتكوا وتنجم تصير لي بليسور تنجم برشا حاجات يا خويا ماذا بينا الجامعه محمد وتو نحن يظننا باش نحكيوا على الجامعه فما امور يلزمنا نحكيوها برشا نعطيوها وقت نهار اخر واضح شكرا ليك دونك خالد الزوز نقاط اللي لازم الجامعه تراجعهم هما البلانينغ نتاعها معناها وقتاش الماتشوات سي نورمال والنقطه الثانيه البار ولا الفار شو يزيدونا شو يزيدونا الفار البار البار شكرا ليك خالد علي تويتي سيد رئيس التحرير السابق 10 دقائق راحه عاد هذوما خذيتهم انا نستنى في احمد بن حسان توت سويت الاستاذ احمد بن حسان هو ضيفنا احمد بن حسان وثريا العمري شكرا لك رياض جراد شكرا لك تحياتي لحظات ويكون ضيفنا الاستاذ احمد بن حسان خليكم معنا راجعين